على بيتها طالبات أولى طور الكرام والكريمات، أنا معاكم دكتورة هبة شرف، هكون معاكم في الجزء الثالث من مادة الانرجي كونفرجن بعد دكتور طارق ودكتور أستاذ دكتور حسام كمال. هيكون أنا معايا الجزء الأخير من المادة. كنت أتمنى جدا أن أنا أشوفكم وجها لوجه، لكن يعني علشان سلامتكم أولا هنخليها ونمشيها أونلاين، وبالتسجيل إن شاء الله أقدر أقابلكم يعني في كورسات تانية في ظروف أفضل. الأسبوع اللي فات أنا برضو كمان بعتذر عن أن أنا ما عملتش أبلود للمحاضرة، لأن أنا كان عندي أعراض برد وعدت على خير الحمد لله، وعشان كده فضلت أن أنا برضو ما يعني منزلش وما يكونش في أي كونتاكت. بإذن الله يعني جميعكم وجميعكنا تكونوا في سلام وفي أفضل حال. الجزء اللي أنا هبتدي فيه من الانرجي كونفرجن، زي ما أنتوا يعني أكيد مريتوا في خلاص إحنا آخر الترم، هي إحنا السبجكت بتاعتنا بتعتمد أو فكرتها الأساسية عن تحويل الطاقة، الطاقات المختلفة للطاقة الكهربية. إحنا يعني لازم الكهرباء تيجي من other source of energy, be converted from other source of energy. اللي أنا الجزء الأول اللي أنا هتكلم فيه أو الطاقة الأولى اللي أنا هتكلم فيها اللي هيتعمل energy conversion لطاقة كهربية هي طاقة مشهورة very popular دلوقتي، وتعتبر طاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة renewable energy، وهي الطاقة الشمسية. فده أول جزء من part 3 اللي هو الجزء بتاعي. هناخد يعني أنا إن شاء الله يوم الأحد هنزل محاضرة يعني هتلم المحاضرتين، يعني اللي هي المحاضرة equivalent للماتيريال اللي هتم يعني المفروض طالتة في الأسبوع. وبعدين يوم الاثنين باشمهندس أحمد هينزل الحل بتاع الشيت. بإذن الله تكون الجزء خفيف كنظري وكمسائل وكامتحان بإذن الله. يعني لما نخلص الجزء بقى نبقى نحاول نشوف الأفكار اللي ممكن تيجي في الامتحان إيه، بس إن شاء الله يعني يعني تطمنوا والأمور بسيطة بإذن الله. في الجزء بتاع السولر أنا هقسمه على يعني اثنين فيديوز واثنين برزنتيشن. بتاع النهاردة هنتكلم في السولر انرجي بيزكس، وبعدين الأسبوع الجاي نتكلم شوية عن الابليكيشنز تكون ازاي. ممكن البيزكس النهاردة تهيألي هتكونوا سمعتوا عنها شوية في اللاب بتاع المادة، وممكن برضو تكونوا سمعتوا عنها في سنين قبل كده في دراستكو أو كمعلومات. فاحنا هنعمل رابينج اب لكل البيزكس اللي مطلوبة مننا in 25 slides كده. النظري هو السلايدز ده تمام، يعني زي ما احنا ان شاء الله هنشوف هتلاقوا الكلام مختصر، اتمنى يعني ان هو to the point ويعني يؤدي الغرض المطلوب بدون كلام كتير وبرضو بدون تبسيط مخل. اوكي، فان شاء الله ده هيكون اسلوبنا في الليكتشرز اللي جاي. فلو احنا بنتكلم عن الكونتنت ايه اللي انا همتحن فيه كنظري، فهو الكونتنت كافي جدا بتاع السلايدز دي بالشرح اللي انا بقوله، وكمسائل الشيتس اللي انتوا هتعملوها في السكشن. في الاخر ان شاء الله هقول لكم كمان يعني في اخر النهارده على طول هقول لكم اسم كتاب اسم الكتاب اللي ممكن يكون ريفرنس ليكو تمام، اللي عايز يزود او اللي عايز يبقى عنده يقرا في اي وقت عايز يفهم اكتر. فالكتاب موجود وهحط بي دي اف منه على الكلاس روم، وكمان هو اوريدي موجود يو كان داونلود من على النت بشكل طبيعي يعني بشكل سهل خالص. اوكي، فهيبقى في معظم الكلام اللي هنقوله في المحاضره دي واللي جايه، اللي عايز يكتفي بالمحاضرات برضو كافيه جدا.
طيب السولار انرجي احنا يعني طاقة اللي بتجيلنا من الشمس اللي احنا عايزين زي ما بنقول نحولها لطاقة كهربية. احنا قسم باور قوة كهربية او يعني طاقة كهربية برضو، هي الانرجي هي powerful time. تمام، فاحنا القسم بيهتم بالطاقة الكهربية والقدرة او القوة الكهربية، فده يعني اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين ناخد انرجي من الشمس ونحولها لطاقة كهربية نستفيد، يعني نستفيد بيها. احنا الشمس بيجي لنا منها ايه؟ بيجي لنا منها نوعين حقيقة من الانرجي، اللايت انرجي والهيت انرجي، والاثنين في افكار هندسية لتحويلهم لطاقات اخرى نقدر نتعامل يعني او نستفيد بيها. تمام، فدي للتقسيم. السكة بتاعت اللايت انرجي هي سكة الفوتوفولتيك او البي في سيلز اللي هي بتتحول على طول لإلكتريكال انرجي، وده هيبقى المين توبيك، يعني المسار الاولاني التراك الاولاني ده هو المين توبيك بتاعت الايه المحاضرات اللي جايه في الحته دي. لان اللايت انرجي اللي بتنزل على السولار سيلز دي بتتحول بشكل مباشر على طول لإلكتريكال انرجي، وفي برضو بيجي لنا من الشمس حراره، اوكي، ويطلق عليه السولار ثيرمال. الثيرمال ديت السولار ثيرمال بتستخدم في التسخين، ان انا استخدم الهيت انرجي ديت للتسخين. طيب انا هسخن ايه؟ هسخن واتيفر، بدل ما يعني في العادي باخد الثيرمال انرجي دي من ان انا بحرق وقود معين فوسل فيول، غاز يعني غاز طبيعي، مشتقات بترول واتيفر يعني اللي هي الطريقه التقليديه، لا انا بستخدم الهيت انرجي دي على طول من الشمس ان انا ابدا اسخن بيها. طيب هنسخن بيها ايه؟ احنا الابلكيشنز المعروفه هو نوعين من الابلكيشن. ممكن اسخن بيها ميه على طول، اوكي، واستخدم الميه السخنه ديت ل يعني لاغراض مش كهرباء. انا كده سخنت الميه زي السولار ووتر هيترز بشكل عام، ومنها سولار ووتر هيترز بتستخدم في المنازل حتى، او بتستخدم في الصناعه عند درجات حراره اعلى، أو المية ديت ممكن يعني تتحول يعني لبخار من كتر السخونة، فأنا بسخن مية واستفيد من المية ديت كمية سخنة يعني. فدي سكة. أو السكة التانية اللي هي Concentrated Solar Power CSP، دي سكة برضو كهرباء. Concentrated Solar Power دي سكة كهرباء، إزاي؟ لكن هي مش فوتوفولتيك، مش PV. السكة التانية دي اوكي هي سكه يعني الكونسنتريتورز السولار ثيرمال، زي ما احنا كاتبين it is a thermal energy that can be used to heat up anything but it is efficient in heating water. دايما بتستخدم يعني الاستخدام الهندسي بتاعها الافيشنت الايكونوميك هو ان انا استخدمها في تسخين ميه. طيب يا اما زي ما قلت سخانات شمسية سولار ووتر هيترز اللي هي الصورة ديت، اوكي، اللي عندنا على اليمين ده، كده انا بسخن مية بستخدمها ممكن في البيت حتى بدل السخان الكهرباء او الغاز، او في المصانع لو محتاجين هوت ووتر لأي سبب او اني ابليكيشن. اوكي، فدي السكة بتاعت ان انت عندنا سولار ثيرمال هيت انرجي من الشمس واستخدمها في التسخين بشكل مباشر، اوكي، او ان انا اسخن ميه واستخدم التسخين دوت في الدوره او كجزء من توليد الكهرباء. يعني احد الانرجي كونفرجن الاساسيه هو ان انا بسخن ميه، الميه دي اللي هي دي الثيرمال انرجي، الميه بتسخن تحول لبخار، البخار دوت بيدخل على توربن على جنريتور اولد كهرباء، ميكانيكال انرجي تو الكتريكال انرجي. تمام، فبس الميكانيكال انرجي دي جايه منين؟ جايه من الاول من هيت انرجي. فانا بعمل ايه؟ طيب بحرق ايه في المحطه؟ في محطه الكهرباء ديت اللي هي ثيرمال باور ستيشن الكتريك باور ستيشنز، بحرق غاز طبيعي، بحرق اي نوع من انواع الوقود، بسخن بيه الميه ديت، الميه تطلع ستيم، والستيم دوت هو اللي يحرك التوربنز بعد كده ويولد الكهرباء في المسار بتاعها. حلو، احد الافكار بقى اللي هو CSP دوت الكونسنتريتد سولار
الباور اللي هي الصورة ديت اللي احنا يعني على اليمين بتاعت السولار ثيرمال، ان انا بستخدم المركزات الشمسية دي ان انا اسخن المية، بدل ما بحرق وقود بستخدم المسخنات الشمسية او المكثفات الشمسية دي في تسخين المية، والمية دي تتحول لبخار وتدخل في دورة الثيرمال الكتريك باور جنريشن او ثيرمال باور ستيشنز العادية. تمام، بس عشان الكلام يكون عملي اكتر، فالحقيقه المكثفات ديت او الكونسنتريتورز ديت مش بتستخدم انها تحول على طول للستيم، لان دوت ان افيشنت، لكنها يعني مش بتستبدل تماما الوقود اللي هو بيتحرق في المحطات الكهرباء، لكنها تستخدم كمرحله انتقاليه، علشان بدل ما انا بسخن الميه مثلا فبحرق غاز طبيعي عشان يرفع لي درجة الحرارة من درجة حرارة مية مثلا، أنا هقول أي رقم 30 مثلا لحد ما توصل لستيم، لا، فأنا بحول يعني بستخدم المكثفات الشمسية دي إن أنا أزود من 30 مثلا ل 100 ل 70. تمام، وبعدين بعد كده بستخدم الوقود التقليدي في إن أنا اخد من درجة الحرارة العالية احول لستيم، فانا كده بوفر في الوقود. فالحقيقة في التطبيق العملي في ال CSP او الكونسنتريتد سولار باور، فهي لا تستخدم الطاقة الشمسية الحرارية بشكل دايركت ان انا اجيب ستيم يدخل على التوربينة، لكنه تستخدم في رفع درجة حرارة المية ك يعني initial state أو مرحلة ابتدائية قبل حرق الوقود التقليدي. فأنا كده بقلل من consumption بتاعت الوقود. حلو، فتاني I'll wrap عشان ما تتلخبطوش، تكونوش تلخبطوا إن شاء الله. فإحنا عندي سكتين للاستفادة من السولار انرجي، خلي بالكم العنوان أنا بتكلم بشكل الأول عن الطاقة الشمسية. حلو، solar energy we have بيجي من الشمس، light energy and heat energy. هنتكلم باستفاضة عن اللايت انرجي، بس برضو من المهم ان انتوا تبقوا عارفين، وعشان برضو كمان بشوف ناس متلخبطة ما بين الاتنين، ان في سكة بتاعة السولار ثيرمال، وهي سكة اكتر على فكرة بتاعة زمايلنا في قسم الميكانيكا اللي هي السولار ثيرمال دوت، ويستخدم يا اما ان انا اسخن مية لاستخدامات عادية في الصناعة او في البيوت residential or industrial applications or commercial applications، يعني في فندق مثلا or whatever. فده سكة السولار ووتر هيترز، السخانات الشمسية، او سكة الconcentrated solar power اللي هو CSP، اللي هو ان انا ابدأ اسخن المية كمرحلة ابتدائية زي ما شرحنا، علشان بعد كده استخدمها او استخدم البخار بعد كده في محطات الثيرمال باور ستيشنز التقليديه. فايه ده تستخدم لتوفير الوقود. كان في افكار الاول ان انا استخدم الكونسنتريتد سولار باور فقط، لكن الحل العملي والموست ايكونوميك هو فكره المرحلتين اللي انا اتكلمتكم عليهم، ان تبقى في first step ان انا I heat up the water and increase the temperature of the water using concentrated solar power, and then يبقى second step I use a اللي هو ال conventional fuels الوقود العادي اللي هو زي الغاز الطبيعي او whatever، ان انا اوصل لمرحلة ال steam ثم مرحلة ال generation of electricity. فيبقى الـ CSP داخل في الـ Generation of Electricity، لكن بالطريقة اللي احنا شرحناها ديت، وهي مختلفة بقى عن الـ PV cells. اوكي، فدي كده سكة الـ Solar Thermal أو الـ Heat Energy اللي جاية من الشمس، الحاجة من الاتنين دول، يعني CSP في محطات الكهرباء، في الـ Thermal Electric Power Station، أو Solar Water Heaters اللي هو تسخين الماء. تمام؟ إن شاء الله يكون تمام. السكة بقى يعني التراك الثاني اللي هو السولر فوتوفولتك، إن أنا عندي actually light جاي لي ضوء من الشمس، ودي برضو معلومة لازم نبقى عارفينها، إن السولر سيلز أو الـ PV سيلز
مش بتحول حرارة. احنا على اخر المحاضرة هنعرف ان اكشولي الحرارة بتأذيها وبتأذي البرفورمانس بتاعها. احنا بنحول ضوء، بنحول لايت، بنحول فوتو، فوتونز. اوكي، فدي السكة التانية اللي هي سكة البي في سيلز اللي احنا هنتكلم عليها، واللي انتوا ممكن يكون جزء كبير منكم شافها في المعمل او سمع عنها اكتر يعني قبل حتى ما ناخد الكورس ده. ودي التراك اللي احنا هنتكلم بيه فيه اكثر تفصيلا النهارده. يبقى ده السلايد دي ملخص اللي احنا شرحناه. سولار انرجي، فانت عندك البي في سيلز او سيستم بشكل عام. This change the light energy from the sun into electric energy. وبيبقى عندنا number of cells connected together make the PV modules and arrays. ونتكلم بالتفصيل أكتر في الحتة دي. الوحدة الأساسية هي السل الأساسية، وبعدين connected together علشان أعمل الموديول اللي أنا بشوفه، وبعدين connected together أعمل الأراي and string، وده هنشوفه في المحاضرة. وبعدين السكتين التانيين بتوع Solar Thermal Energy CSP Concentrated Solar Power. We use the heat energy, the thermal energy, الطاقة الحرارية from the sun by concentrators to heat up water لhigh temperatures. الحقيقة the water is changed into steam that used to drive turbines of generator to generate electricity. ودي كده يعني الجملة اللي هنا هو يعني شرح النظري قوي، لكن العملي هو فكرة التو ستابس اللي احنا قلنا عليهم. بيبقى صعب ان انا استخدم الـ CSP او الثيرمال انرجي ان انا اوصل لدرجة حرارة ستيم، وستيم كمان هما بيسموه سوبر هيتد يعني على درجات حرارة عالية. فبتبقى مرحلتين زي ما شرحنا قبل كده. يا اما السولار ووتر هيترز السخانات الشمسية، ودي use the thermal energy from the sun to heat up water to medium temperature that can be used in a residential or commercial or some industrial applications. ممكن يكون ناس منكم شافوها في بعض الكومباوندز اللي هي الجديدة في الغردقة، موجودة في شرم الشيخ، بتبقى موجودة فوق الأوتيلات وتستخدم في التسخين المية اللي هي بتستخدم للديلي يوز. اوكي طيب، يبقى احنا عندنا، احنا عايزين بقى السولار انرجي دي اللي قررنا ان احنا نستفيد بيها، سواء سولار ثيرمال اللي هم الاولاد عمنا بتوع ميكانيكا شغالين فيها اكتر، او سولار بي في اللي هي شغلنا احنا اكتر كمهندسين كهرباء. فيبقى اول حاجه احنا نشوف الانبوت بتاعنا من الشمس. السولار انرجي اللي جايه لنا من الشمس ديت في الاماكن المختلفه يبدا ليها قياس معقول مظبوط علشان ابقى عارف اصلا الانبوت انرجي اللي جايه لي ديت قيمتها قد ايه. فهنا ظهر فكره او يعني المصطلح بتاع السولار اتلس. هي ماب، خريطه يعني بتوضح لديفرنت جيوغرافيكال لوكيشنز السولار ريسورسز، او كلمه السولار ايراديانس اللي احنا هنستخدمها اللي واصله لللوكيشن دوت. طيب يعني اجيبها منين دي؟ في الحقيقه بعض المصادر الموجوده زي الجلوبال سولار اتلس دوت موجود على النت وان ان انتراكتيف ابلكيشن، وده موجود الماب ديت، ادي اللينك بتاعها، دي للعالم كله. اوكي وابديتد حتى زي ما موجود قدامنا، ده فيرجن 2.5 او 2.4 ابديتد في ديسمبر الشهر ده 2020، فهو على طول ابديتد. وتقدر تشوف كده عند نقطة معينة هو ايه السولار ايراديانس، يعني الباور اللي وصل لنا زي ما هنشوف كمان شوية في شرح اكتر، الباور اللي وصله للمكان دوت من الارض قد ايه، يعني الانبوت باور عندي. هو برضو احنا ليه يعني عايزين نستغل السولار انرجي دي، سواء ثيرمال سواء بي في، او سواء ان انا حتى استخدمها في السي اس بي كمرحله علشان اوفر في الوقود. طبعا يعني زي ما انتم اكيد عارفين لانها ببلاش موجوده، طبعا نظيفه ورينيوبل ومتجدده ومش موجوده وببلاش كمان، يعني مش بدفع فيها فلوس خالص
بحمل السيستم في الاول، لكن ما عنديش رانينج كوست بدفعه في الوقود دوت، لو يعني سميناه وقود او في هذا المصدر من مصادر الطاقه. فعلشان كده في اهتمام للاستفاده منها. انت عندك فري سورس اوف انرجي. احنا ممكن، انا كنت يعني انتوا لو فتحتوا افتح معاكم كده اهو، ده الجلوبال سولار اتلس، هتدخلوا عليه ادي الماب. بتقدروا بقى تقفوا، مثلا احنا لو وقفنا اكتر عند مصر وكبرنا، تقدروا تحاولوا عند كايرو بالظبط. اوكي، الداتا بتاعته قد ايه هنا مثلا، اوكي في المكان، ويقدر يطلع لك بالظبط الاوتبوت باور. هنتكلم عن الكلام دوت بتفصيل اكتر، هو الراديانس وايه الكلام ده كله. لكن ده كده التعامل مع الخريطة ديت. ممكن تدخلوا تجربوا فيها كده، تشوفوا الاماكن المختلفة، بكل مكان بيوصل له سولار انرجي او الراديانس قد ايه. في كذا واحد برضو، هنتكلم بعد شوية احنا بناخد انهي واحد. طيب في كمان ده يعني ده حاجة عالمية موجودة، وفي واحد بتاع مصر بقى مخصوص اللي هو اسمه Solar Atlas of Egypt، برضو هحطه لكم على الكلاس روم. ده بيتكلم عن مصر بقى بالتفصيل، PDF، لكن هو مش interactive زي اللي فات، وبيتكلم عن أماكن مختلفة في القاهرة وغيرها من المحافظات، في كمان أوقات مختلفة من السنة. أوكي، فده برضو هحطه لكم. طيب نرجع تاني للسلايدز. أنا كنت فاتحة حاجات كتير. أيوة I think دي هي اللي مظبوطة. تمام، فده ال Global Solar Atlas. يعني انا كنت فكره ايه، زي ما بقول لكم احنا عايزين، طيب احنا عمالين نقول عايزين نستفيد من السولار انرجي اللي واصله للارض او واصله لنا في اي مكان، طب هي قد ايه اصلا؟ ده السؤال المبدئي. وده زي ما بقول لكم الايجيبشن سولار اتلس هتلاقوه موجود في موقع هيئه اسمها هيئه الطاقه الجديده والمتجدده، ودي الهيئه المصريه التابعة لوزارة الكهرباء، اللي تبعنا يعني أو إحنا تبعها بشكل كبير. الهيئة دي هي المسؤولة عن الطاقة الجديدة والمتجددة، اللي هي بشكل أساسي يعني السولر والويند. وفي السولر أطلس ده هتلاقوه PDF بمنتهى السهولة برضو، يبقى كويس لو خدتوا فكرة عنه. فيبقى إحنا عندنا سولر أطلس أو عندنا معلومات تقول لنا المكان اللي أنا يعني عايزه اعمل فيه مشروع، او عايزه اعمل يعني اولد فيه كهرباء، او اعمل فيه اي حاجه فيها استفاده من السولار انرجي، اصلا الانبوت باور بتاعته قد ايه. اوكي، اللي هو السولار ايراديانس. السولار ايراديانس هي الاوتبوت اوف لايت انرجي فروم ذا سن ميجرد ات ذا ايرث اند سبيشال جيوغرافيكال لوكيشن. اوكي، في يعني ده الفكرة الأساسية. أنا مش هاجي أقول لك ديفاين في يعني إحنا كبرنا شوية، مش هاجي أقول لك ديفاين التعريف المعين يعني. أوكي، يعني هنقول يعني هنفكر كده على آخر على آخر المحاضرات أقول لكم النظري ممكن يجي إزاي، لكن هو أكيد مش هقول ديفاين. فالمهم إن إحنا نبقى فاهمين الحاجة. فأنت ده
زي ما انتوا شايفين كده، هو وات بير متر سكوير، قد ايه في واتس، يعني باور. باور هو اللي انت عارف هي الوات. اوكي، واصله عندك في النقطه دي، عندي في بيتي هنا مثلا، عندنا في الكليه، عندك في الكليه في الجيزه، في اللوكيشن ده، وات بير متر سكوير واصله قد ايه، عشان ده الانبوت بتاعك. اللايت انرجي الانبوت بتاعك اللي انت عايز تحولها لكهرباء. احنا يعني في سكه البي في دلوقتي، هتلاقوا جوه السولار اتلس انا بتاع مصر ده صورتين دول، واحده في ديسمبر اللي احنا فيه ده، واحده تانية في جولاي، طبعا بتختلف زي ما انتم شايفين، وزي ما مكتوب فوق عند جولاي كده هتلاقوا يعني طيب انهي، يعني في كذا سولار ريديانس ممكن يتقاسوا كذا طريقه. احنا دايما بنستخدم لو انا عايز بتكلم في سولار بي في المين، مين يعني الافريج سيرفيس دايركت نورمال ريديانس. اوكي، واصل على السطح بشكل دايركت ونورمال، زي اكنه نقول كده يعني هوريزونتال على الـ على الـ دايركت، سوري دايركت على السطح. فده هو يعني الجيفن عندكم مثلا في المساله، او بعد كده احنا لو عايزين نعمل بروجكت او نعرف ايه الانبوت بتاعنا، فهو المين سيرفيس دايركت نورمال الراديانس اللي هو بيختلف. اوكي، طيب احنا بناخد انهي واحد؟ والله بقى طبعا احنا لازم نعرف ان هي صحيح زي اكيد ما كنت اخدته في الويند، هي طاقه افيلبل ورخيصه وكل حاجه، لكنها هي مش كونستنت. هي طبعا السولر كمان مش موجوده بالليل، ده موجود موضوع تاني، فهي موجوده لعدد معين من الساعات في اليوم. اوكي، فدي نقطه مهمه. بتختلف، احنا لو عايزين تختلف تختلف من يوم ليوم ومن شهر لشهر، فاحنا في الاخر بنحاول، ففي شغل كتير قوي في الاستاتستكس في الحته دي، مش شغلنا قوي كمهندسين باور يعني. احنا في الاخر عايزك تقول لي انت من السولار اتلس دوت، انا الانبوت باور للسيستم بتاعتي ايكوال ايه، لكن علشان يوصلوا لها في شغل كتير جدا بتاع داتا كتير قوي على ايام وسنين كتيره. يعني اللي هيفتح السولار اتلس ده هيلاقي ان هم واخدين قرايات من حاجه و90 مثلا ل 2000 وحاجه، زي برضو الويند اتلس، سنين كتير قوي على ايام كتير على قراءات مختلفه، عشان في الاخر يقول لك على شهور المختلفه من السنه، وفي الاخر يطلع لك من ده وات وي كان كولد المين بقى او الافريج بتاع المكان ده ايكوال كام. حلو، وده اللي احنا ممكن نستخدمه كبدايه لتصميم، او ان انا اعرف بس ايه الانبوت باور بتاعتي اللي هتدخل عندي في السيستم ده. اوكي، يبقى احنا عندنا لو احنا شفنا كده ادي البي في سيستم، انا عندي سولر ريديانس ات ا سيرتن لوكيشن، خلاص ده يعتبر الانبوت باور بتاعتي ان وات بير متر سكوير. اجيبها منين؟ اجيبها من ريسورسز مختلفه، غالبا هي السولر اتلس بتاعنا، او في كتير جدا سايتس انا قلت لكم يعني مصدرين يعني فيهم ثقه. الاولاني اللي هو الجلوبال دوت من بنك، يعني مؤسسه تابعه للبنك، يعني البنك الدولي العالمي، هو يعني مؤسسه عالميه هي اللي عاملاه وبتعمل ابديت ليه، او المصري اللي هو التابع لهيئه الطاقه الجديده والمتجدده. فانا بعرف في اللوكيشن دوت الوات بيتر مرس وات بير متر سكوير الانبوت باور بتاعتي قد ايه. بعدين عندي سيستم، اوكي، بي في سيلز سيستم والموديولز اللي احنا عارفين شكلها كلها. السيلز ديت هي اللي هتاخد الانبوت باور تحولها لاوتبوت الكتريكال باور. لازم يكون في ايه اللي هو الكور، يعني حاجه من ضمن الكورز اللي عندنا هنا، او اللي نفسي انتوا تخرجوا بيها ومحطوطة في دماغكم من الكورس، ان انت عندك efficiency of conversion، هتقدر تحول من الطاقة دي الطاقة الكهربية بنسبة قد ايه، ال efficiency of conversion بتاعتك علشان تخرج لي من السيستم output electrical power. electrical power كهرباء، اللي هي ايه في الاخر؟ اللي هي VOI. انا عايزة VOI P equal VI،
تمام، عايز الكتريك باور، يبقى السولار سيلز دي بتاخد اللايت، السولار راديانس، وات بير متر سكوير، الانبوت باور عليها كفاءه معينه هنتعرف عليها، تحولها لالكتريكال باور اللي هي فولت وتيار، اوكي، في اند اي، الكتريكال باور في اند اي. تمام، اتمنى يكون تمام. يعني هي المشكله بتاعت الاونلاين دي ان والتسجيل ان انا مش ببقى شايفه الفيدباك بتاعكم، بس اتمنى، انا بحاول اشرح بالراحه، وهو زي ما انا متاكده ان انتوا سمعتوا عن المواضيع دي قبل كده، لكن علشان يبقى في سورس مجمع عندك وتبقى عارف، تبقوا عارفين كده راسكم من رجليكم في الامتحان، عشان ده انا عارفه ان هو مهم عندكم. لكن برضو غير الامتحان يبقى عندنا تجميعة لطيفه لموضوع الحقيقه بيكتسب كل يوم اهميه، اللي هو فكره السولار انرجي. خلاص، فالمهم هيطلع عندنا بقى الاوتبوت الكتريكال باور دي، سواء هنستخدمها في بيت مثلا على طول، يعني هشغل البيت دوت كهرباء البيت ده، وممكن خلاص ما يبقاش عندي شبكه كهرباء، ما يبقاش عندي كهرباء من الحكومه فبسميه اوف جريد، او ادخل الكهرباء اللي خارجه من السيستم ده على طول على الشبكه، على الجريد، على الالكتريك جريد اللي هي المنظر الصوره الثانيه ديت مثلا، وتبقى زيها زي اي ستيشن او مصدر يعني الكتريك باور موجود. فيا اما ده هنتكلم عنه ان شاء الله الاسبوع الجاي اكتر في الابلكيشنز، وهتعرفوه اكتر اكتر كل ما انتم ماشيين في السنين باذن الله. لكن برضو احنا يعني بنخربش كده في الاول، بندي شويه افكار. فده كده السيستم اللي عندي، وادي السيستم اوف كونفرجن. نمسك بقى كل حاجه، احنا خدنا فكره عن السولر انبوت او الانبوت باور اللي هو وات بير متر سكوير، وقلنا المصدر بتاعنا بيبقى الاطلس بالشكل دوت، بيبقى فيه قراءات كتير، وغالبا بيديني في الاخر الايه زي الافرج. ندخل على بعد كده على الايه السيل نفسها او البي في سيل. مش هدخل في تفاصيل الفيزيكس بتاعتها، it's not the scope of this course. هي في الاخر تعتبر سيمي كوندكتور دايود، هو سيمي كوندكتورز، اوكي، working on the principles theory of photoelectric effect. زي ما قلنا المعلومه المهمه ان هي actually هي بتاخد الضوء تحوله الكهرباء مش الحراره، اوكي. فالسولر radiations are basically photons of different frequencies and energies، وبياخدوا فالسولر سيل دي بتقدر تحول certain frequencies و energies ل electric energy. طيب كنا لسه بنقول ايه في الاخر، انا عايزها تطلع لي electric power اللي هو فولت وتيار. فيبقى الفولتج الاوتبوت بتاع السيل typically ما بين 0.5 و 0.8 فولت، و depend شوية وبتختلف على الماتيريال. طبعا it is very low voltage، وعلشان كده يعني used بقى ان احنا نبدأ نحطهم series and parallel ونوصل كتير منهم علشان نقدر نوصل للvoltages levels، وبعد كده هنشوف الcurrent levels اللي احنا عايزين نوصل لها. ودي يعني احد النقط المهمة في ممكن نقول الـ disadvantage أو الحاجات اللي لازم نفكر فيها برضو وإحنا بنفكر في الـ PV cells، إن هي مش زي المحطة العادية، مش زي المولد، مش زي generator بيطلع لي على طول، هو يعني one unit generator تقدر تطلع لي very high power، لكن دي cells صغيرة متركبة جنب بعض، متوصلة جنب بعض، محتاجة الحقيقة مساحات كبيرة جدا. لو أنا بتكلم بقى على السيستم ليفل عالي وباور عالي، فأنا دايما محتاجة مساحة. من ضمن البوينتس المهمة أو الديس أدفانتج أو النقط اللي الناس دايما تفكر فيها في البي في سيل، إن هي المساحة اللي محتاجها، محتاجين مساحة أكبر كبيرة. ليه؟ لأن أصلا زي ما قلت كده البي في سيل الواحدة مخرجة لو فولتج، تمام؟ فإحنا سيل وموديول واري، ويعني هنتكلم اكتر عن يعني الفرق ما بينهم، لكن هي الوحده الاساسيه البيزك يونت هي السيل، وبعد كده ببدا اوصله علشان اعمل الموديول والاري والسترينج.
بوصل cells in series عشان اكتر الاوتبوت فولتج. اوكي شوف الفولتج اللي انا عايزاه قد ايه، 12 فولت 24 فولت whatever، والسيلز ان بارلل علشان ازود التوتال كارنت. فيبقى عندي دايما التركيبه سيلز ان سيريس علشان اكتر الفولتج بالحد يعني اللي انا عايزاه، و ان بارلل علشان اكتر الكارنت. ده ممكن يبان اكتر في المسائل. وطبعا اتس دي سي الاوتبوت فولتج اند كارنت من البي في سيل اللي هي الدايركت اوتبوت is DC. تمام، دي برضو نقطة يعني لازم كلنا تيالي انتوا عارفينها وايه ونأكد عليها دي. طيب نشوف برضو types الموجودة في السوق. انا هحاول دايما في المحاضرة نحاول نربط بالحاجات اللي موجودة فعلا حقيقي، بحيث نوازن ما بين النظري والمسائل وبرضو شوية الابليكيشنز والحاجات اللي موجودة في السوق. زي ما بنقول في الأسواق كلها في الدنيا كلها في تكنولوجيز كتيرة وأفكار جديدة كتيرة وماتيريال بيحاولوا يطوروها عشان يعملوا البي في سيلز. لكن بشكل أساسي احنا عندنا نوعين، هو السيليكون كريستالين بي في ومتقسم لمونو كريستالين ومالتي كريستالين، والنوع تاني اسمه الثين فيلم بي في. دول اللي نقدر نقول عليهم الكوميرشلي افيلبل اللي هم موجودين في السوق بيستخدموا. تمام، هنمر سريعا على كل واحده. السيليكون كريستالين بشكل اساسي الماتيريال الاساسي هو السيليكون. المونو كريستالين احنا بيبقى عندنا يونيفورم ستراكشر، وده اليونيفورميتي ديت اللي هي زي شكل A اللي موجود عندي بيخلي الكرنت او الالكترونز فلو ايزيلي، وده هينعكس بعد شويه زي ما هنشوف على الافشنسي. الافشنسي افضل بتاعتها، وطالما الافشنسي افضل وهي شكلها كده انها يعني برضو الصناعه بتاعتها محتاجه تبقى كومبليكيتد شويه عشان اطلع يونيفورم ستراكشر كده، فهي الاغلى. اوكي، والنوع الثاني هو المالتي كريستالين اللي هو عنده لوور كونفرجل افشنسي وسلايتلي شيبر تو مانيفاكتشر. يبقى في عندي سكه السيليكون كريستالين، عندي منه نوعين، دول موجودين في الاسواق المصريه وموجودين في كل حته. دي الانواع اللي بتتركب فعلا، مش هدخل في الـ يعني اكتر في الانواع اللي هي لسه ار ان دي ولسه فيها ابحاث، احنا بنتكلم عن الحاجات الموجوده. فانا عندي اكيد النوعين دول، واحد غالي وافشنسي اعلى، واحد ارخص شويه اسهل في الصناعه ولكن الافشنسي بتاعته اللي هو الكونفرجن افشنسي قد ايه هو بيقدر يحول السولر اللي نازله عليه لالكتريك باور اقل. تمام، فده السيليكون كريستالين بي في سيلز. التاني هو الثين فيلم، شكله بيبقى باين جدا يعني لو رجعنا كده اللي هو الثين فيلم اللي هو يعني شكله باين ان هو عامل يعني هو كأنه ثين فيلم فعلا زي اسمه، ويعني شكل قصدي شكل البانل بيبقى شكله مختلف وطريقه الصناعه مختلفه، و بيبقى لايت وبيبقى رفيع الشيت بتاعه. وفي انواع مختلفه من الماتيريال او سيمي كوندكتور ماتيريال اللي بيتصنع منه. اوكي، الثلاث انواع اللي موجودين قدامكم دوت الانفر السيليكون، ده هو ده اكتر واحد مشهور ونقدر نعتبره برضو يعني كوميرشال وموجود، والكاديم تيلورايد والكابر انديوم جاليوم سيلينايد. اوكي، اللي انا عارفاه كويس هو الانفرا سيليكون، ده يعني اللي هو يمكن متواجد فعلا وكوميرشلي افيلبل، فده النوع الثاني. طيب مين احسن فيهم هو الثلاثه؟ هنخلينا نجاوب على دوت في اخر المحاضره اخر الريكورد علشان نشوف هنقارن ازاي اصلا ما بينهم. احنا قلنا حاجه مبدئيه فكره الافشنسي
والسعر. فالافشنسي ممكن تكون فعلا يعني هنشوف هنحكم ازاي، يعني لازم نشوف الكاركترستكس، لازم نشوف الفاكتورز عشان نقدر نحكم ما بين الثلاثه. وطالما الثلاثه موجودين، والثلاثه موجودين فعلا لحد دلوقتي في الاسواق، يبقى كل واحد منهم بايه يعني بيؤدي غرض، او يعني بيفولفل ناس معينه بتحتاجه، بروجكتس معينه بتحتاجه، ماركت سايز بتحتاجوا النوع دوت من الريسورس. اوكي طيب ندخل على طيب البي في سيل بقى. سواء احنا كده عرفنا ايه، عرفنا الثلاث انواع الاساسيين الموجودين عندي في الـ available in the market، يعني سواء السوق المصري او السوق العالمي، المونوكريستالاين سيليكون وبولي كريستالاين سيليكون والثين فيلم. طيب ايا سواء ده او ده او ده، البي في سيل ايه الكاركترستكس بتاعتها؟ ايه المين كاركترستكس بتاعتها؟ دي تهيألي انتوا شفتوا الكلام ده شويه في المعمل الخاص بالماده. بنبص على ايه؟ بنبص على الاوبن سيركت فولتج. اوبن سيركت يعني انا عندي السيل اهي اوكي محطوطه في الشمس، مش متوصله بسيركت، مش قافل السيركت. open circuit الدايره مفتوحه، طرفي الدايره مفتوحه، الطرفين بتوع البي في هواء، ما بينهم هواء، open circuit خلاص مفتوحه، ما فيش لود، ما فيش تيار مسحوب. اوكي يعني انتوا بقى خلاص بقيتوا اساتذه في السيركت اكيد دلوقتي على اخر الترم. يو شود طبعا قبل السيركت، حتى الكلام ده كان في السنين اللي فاتت، لازم تقفل الدايره لازم تبقى كلوزد سيركت علشان وفيها مثلا لود او كده علشان التيار يمشي. حلو، لو انت فاتح الدايره اتس ان اوبن سيركت، يعني السيل دي موجوده ومحطوطه في الشمس لكن اتس نوت ا بارت اوف ذا سيركت، انت مش قافل التيرمينال، مش حاطط لود ومثلا ريزيستنس وايه وقافل عليها، وهي تبقى اكنها سورس كده زي ما بتيجي مثلا ترسمه في الـ بس ده يعني مقارنه يعني مخله شويه، بس انا بقرب لكم الفكره. زي ما بتيجي في السيركت الدي سي تدرسوا تحطوا البطاريه وبعدين توصلوا عليها ريزيستنس، برضو هنحط البي في سيل ونوصل عليها لودز اللي هي ريزيستنس وات ايفر، يعني اللي هي لمبه بعد كده اور يعني اللي لو انا مش حاطط اللمبه دي او اللود دي فاتح الطرفين اتس ان اوبن سيركت، في فولتج مفيش تيار، في فولتج. طيب اتس ا ميجرد فولتج اكروس ذا تيرمينالز اوف ذا سيل وين نو لود از كونكتد تو ذا سيل. حلو، العكس بقى، يعني مش العكس هو يعني ده الاكستريم، مفيش تيار خالص والدايره مفتوحه وفي فولتج اكروس التو تيرمينالز. الاكستريم الثاني هو شورت سيركت كارنت تمام، ان انا اكن البطاريه او السيل دي محطوطه وبعدين شلت الريزيستنس، مفيش ريزيستنس ورحت قافل الدايره على شورت سيركت، يعني من غير ريزيستنس شورت سيركت سلكه، يعني كده سلكه كده فيري شورت سيركت، يعني ما فيش ريزيستنس، ما فيش لود، ما فيش حاجه. غالبا التيار ده هيبقى اقصى ما يمكن، يعني تيار عالي جدا. انت عارف ايه؟ لو ان جنرال في ايكوال اي ار، هل الاي ايكوال في على الار، لو الار ايكوال زيرو فثيوريتيكلي الايه التيار عالي جدا، شورت سيركت از فيري هاي كارنت. فا ات از ميجرد the measured current by short circuiting the terminal of the cell. short circuiting the terminal of the cell يعني شلت اللود، مفيش ريزيستنس، مفيش حاجه، رحت عامله شورت، شردت على السيل without any load or resistance or anything. يعني theoretically ال R اللي في السيركت تبقى equal zero، load equal zero، فا اوف الكرنت هو اعلى ما يمكن. طيب كمان الماكسيمم اوتبوت باور، فانا عندي اوبن سيركت فولتج، فتحت الدايره وقست الفولتج اللي عليها، زين شردت على الدايره او عملت شورت سيركت على الدايره او السيل اند اي ميجرد ذا كارنت. طيب ما اضربهمش الاثنين دول في بعض بقى، اطلع الماكسيمم اوتبوت باور. اوكي الماكسيمم اوتبوت باور هو اقصى باور، اقصى الكتريك باور اقدر اخدها من السيل دي، تمام؟ ملهاش دعوه بالشورت سيركت كارنت ولا الاوبن سيركت فولتج. اكشولي عند الاوبن سيركت فولتج ذير از نو كارنت اصلا، وعند الشورت سيركت كارنت ذير از نو فولتج،
انت عملت كده شورت يعني ما فيش تو تيرمينالز دول ما مش ما بينهم، فيبقى الماكسيمم اوتبوت باور ما لهمش علاقه بالاثنين اللي فوق دول. اوكي دي نقطه عاديه، دي سيل اوبريتنج بوينت. اوبريتنج بوينت يعني السيل شغاله عادي، يعني الدايره السيركت شغاله عادي بتدي لود معين فولت اند كارنت. اوكي بتخلي عليه تيرمينال فولتج وايه وكارنت. ايه بقى اقصى في اند اي ممكن اخدها من السيل دي؟ طب هي بتتغير يعني؟ اه بتتغير، هنشوف برضو في السكشن، وهن يعني هنبص على الفيجر كده وان شاء الله نبقى فاهمين كويس. طيب الثلاثة دول يخلونا نرسم 3 main figures أو graphs لcharacteristics للPV panel أو PV cell. IV characteristics, PV characteristics هما اثنين سوري، الIV والPV، التيار مع الفولتج والباور مع الفولتج. اوكي طيب الفيل فاكتور ده بقى هو الريشيو ما بين، في حاجه اسمها الفيل فاكتور بتاع السل، هو الريشيو ما بين البي مي بي ماكسيمم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها من شويه دي اللي هي الماكسيمم اوتبوت باور، وحاصل ضرب الاثنين ببعض اي شورت سيركت وفي او سي اللي هما مش باور. يعني انا ما سميتهمش بي حاجه، ما سميتهمش باور حاجه، دول اي شورت سيركت مع بي اوبن سيركت دول رقم ثيوريتيكال، اتس نوت باور خالص، ما فيش الكتريك باور يعني في الاي شورت سيركت ولا في اوبن سيركت. لكن الفيل فاكتور ده هو الريزا فاكتور من ضمن الكاركترستكس اللي بتبقى موجوده للسيل، وهو الريشيو ما بين الاثنين. اوكي طيب الافشنسي اوف سولار سيل، الافشنسي بقى اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، البرسنت زي الافشنسي بتاعت اي حاجه، كونفرجن افشنسي برسنتج بتاع السولار باور ما بين السولار باور ريسيفد باي ذا سيل ذات كان بي كونفرتد انتو الكتريك باور. تمام بي اوتبوت على بي انبوت، دايما الافشنسي اقل من واحد اكيد، اقل من 100%. تمام السيل دي هتاخد هتاخد سولار radiance هتحولها ل electric power، الافشنسي بتاعتها قد ايه؟ الافشنسي بتاعتها قد ايه هو ده يعني هنقوله برضو طول ما احنا ماشيين كده. طيب ادي الكاركترستكس دي كده، ودي مساله يعني مشهوره جدا في البيزكس بتاعت البي في، وما يعني موجوده في التشيت ودايما بتتكرر في الامتحانات، هي كلاسيكال، مساله كلاسيكال يعني انتوا كده طول ما انتوا ماشيين في السنين بتاعت هندسه هتلاقي في دايما في الماده في كلاسيكال بروبلمز كده، يعني ما ينفعش الامتحان يجي او ما ينفعش حد يدرس الحاجه هنا وبره. على فكره انتوا لو انتوا فتحتوا انتوا قاعدين بقى في الاونلاين كده وفكرتوا تفتحوا ريسورسز تانية عن البي في هتلاقوا ان احنا هم مش يعني في اي حته في الدنيا البي في اللي هو السولار بي في بيتدرس بناخد يعني بنمشي بالمراحل دي. فمساله كلاسيكال جدا او يعني كاركترستكس دي حاجه كلاسيكيه جدا لازم تبقى معروفه. بنعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين عندنا في الاول الاي في كيرف اللي هو الازرق ده، ايه اقصى اي ممكن؟ هو الشورت سيركت كارنت. طيب بيحصل امتى؟ عند لما الشورت سيركت فولتج اللي هو صفر، ما فيش فولتج على الاطراف، زي ما قلنا خلاص حطينا سلك كده ووصلنا التو تيرمينالز اوف ذا سيل ببعض، فخدت ماكسيمم شورت سيركت كارنت. طيب والعكس ما فيش كارنت خالص، لا اي اوبن ذا سيركت واخدت الاوبن سيركت فولتج اللي هو البي ماكس. وبعدين في النص بقى في نقط مختلفه اوبريتنج بوينتس مختلفه بنقدر نرسم بيها الاي في كيرف ده، هو ده اللي احنا بنعرف نرسم. تمام طيب بعد كده من الكيرف ده او من الانبوت دي او من الداتا اللي عندي دي من الاي في كيرف اعمل مالتيبليكيشن البي ايكوال في في اي. احنا دي سي زي ما قلنا، هاخد كل نقطه واضرب الاي بي بي بتاعتها الاي بي بي بتاعتها الاي بي بتاعتها واروح راسم الكيرف الثاني اللي هو البنفسجي ده اللي هو البي في كيرف. طيب البي في كيرف ده الباور اوتبوت مع الفولتج المختلف، هتلاقي بقى في نقطه اهي اللي هي البي ماكسيمم دي، اهي دي بقى اقصى باور اقدر اخدها من السيل دي،
وانزل كده زي ما هتعمله في السكشن بالجراف بالمسطره، واخد دي الكورسبوندنج اي ماكسيمم باور ايه وماكسيمم فولتج باور ايه. يبقى الباور البي ماكسيمم دي بتحصل عند كرنت قد ايه وفولت قد ايه، اللي هو يعني عند لود قد ايه. حط للسيل دي او للبانل دي لود، لود يعني حمل كهرباء، اوكي، ياخد فولت وتيار قد ايه عشان كده ابقى ضامن ان ده احسن باور اقدر اخدها. انا دايما عايزه اخد منها اقصى باور ممكن، ماكسيمم باور بوينت، اهي ماكسيمم باور بوينت. ليه؟ يعني كونسبت هندسي بيزك، انا عايزه اخد منها اقصى باور ممكن، اقصى ما يمكن، وانا ليها اشتغل عند نقطه ما ابقاش واخده منها الماكسيمم باور. فيا ريت يا ريت يبقى اقدر اشتغل عند النقطه دي، او دي هي النقطه الماكسيمم بتاعتي، هي الموست يعني احسن حاجه في الموست افيشنت بالنسبه لي. خلاص، فهي اجين الماكسيمم باور بوينت ديت اهي لا ليها علاقه بالاي شورت سيركت ولا ليها علاقه بالبي اوبن سيركت. تمام، الاي شورت سيركت هي اقصى تيار لوحده وساعتها ما بيبقاش فيه فولتج اصلا، اوكي، وبرده الاوبن سيركت هي اقصى فولتج ممكن اخده واصلا يعني مش بيبقى اصلا فيه برده تيار، وكل ما ابدا اسحب تيار من السل الفولتج بيقل مع التحميل. وعندي النقطه دي هي الماكسيمم باور كيرف، ماكسيمم باور بوينت اللي موجودة على الكيرف دوت. برسم في في اي في اي في اي زي ما هتعمله في السكشن، برسم الكيرف اللي هو ممكن تكونوا عملته في التجربة اللي هو البنفسجي ده، وبعدين انزل من النقطة دي اشوف ده الكورسبوندنج اللي هو الايكويفالنت اي ماكسيمم باور وفي ماكسيمم باور هي كام. تمام، فده كده المين كاركترستكس بتاعت السيل. مسألة سهلة ومباشرة وكلاسيكية زي ما بقول لكم، وبيزك في أي حد في الدنيا بيدي بيزك كورس عن البي في. طيب، وهنلاقيها موجودة في السكشن بالتفصيل. فدي الكاركترستكس، خلاص اشترينا سل، تمام، عرفنا إيه الكاركترستكس بتاعتها، فتحنا الكتالوج زي يعني ممكن إن شاء الله المرة الجاية وإحنا بنتكلم عن الابليكيشن نفتح كتالوج كده البي في موديول ونتفرج عليه. طيب، فدي المين كاركترستيك، دي التعريف بتاع السيل اللي انا اشتريتها دي او الموديول اللي انا اشتريته، ايه الماكس الشورت سيركت كارنت بتاعه، ايه الاوبن سيركت فولتج بتاعه، ايه الماكسيمم باور بوينت اللي انا اقدر اخده، الكيرف بتاعه مرسوم ازاي، كل ده المين كاركترستيك اشتريته وعرفت ايه الافشنسي بتاعته هي ايه. تمام، دي ايه في الفاكتور ايه، دول زي ايه بطاقة التعارف ما بينك وما بين السيل اللي انت رايح تشتريها. تيجي زي ما احنا كده انا اقول لك اسمي وسني وعنواني ومش عارفة ايه، فدي بطاقة التعارف بتاعت السيل، الاوبن سيركت فولتج، الشورت سيركت كارنت، ماكسيمم اوتبوت باور، الفيل فاكتور، الافشنسي بتاعتها ايكوال كام، حلو، والكيرف ايه مرسوم ازاي والكلام. طيب خلاص، انا اشتريتها عايزة هحطها بقى في مكان في اللي هو المشروع اللي أنا هعمله دوت أو اللي أنا هصممه وهعمله installation. إيه بقى الفاكتورز اللي هتأفكت الالكتريك باور أوتبوت؟ خلاص، أنا اشتريت سل معينة for a certain cell، عرفت الافيشنسي بتاعتها and so and so and so اللي هي الكاركترستكس اللي فيه. إيه بقى الـ يعني المؤثرات اللي في المكان ده، اوكي، اللي هتقدر وفي الانستليشن بتاعت السيل دي اللي هتأفكت الالكتريك باور اللي خارجة منها. طيب، هنلاقي في خمس اساسيين، طبعا احنا قلنا واحدة منهم اللي هي الانبوت السولار ريدينس، تحطوليش مثلا في مكان ما مش بتطلع فيه الشمس اصلا، هي داخل لها يعني باور قد ايه من الشمس عشان هي تحولها تكونفيرت انرجي كونفيرجن زي الايه زي المادة اللي احنا بناخدها. طيب، التلت انجل اللي هي علشان الميل بتاع البي في سيل، اوكي، علشان برضو هو ليه علاقه بوان بسولار ايريدينس، لان في ضبطه معينه بتخليني اخد اقصى سولار ايريدينس من الايه من الشمس. 3 تمبرتشر درجه الحراره،
اللي هو احنا قلنا احنا مش بناخد هيت في البي في، احنا بناخد لايت، وزي ما هنشوف في السلايد اللي جايه التمبرتشر اكشوالي ليها باد افكت على البرفورمانس بتاعتها. والدست والشيدنج، شيدنج ما يكونش فيه يعني ظل في المكان اللي محطوطه فيه، علشان كده مثلا الاماكن اللي هي زي كومباوند، كل العمارات نفس يعني نفس الطول او نفس عدد الادوار، اوكي ده بيكون افيشنت ان احنا نحط سولار سيلز عليها. لكن في القاهره مثلا وفي الاماكن اللي يعني اللي هي الاحياء القديمه، انت بتلاقي انت مثلا مش عارفه 5 ادوار واللي جنبك 7 ادوار، بعد كده قصادك 10 ادوار، وهكذا، في شيد، في ظل معمول من الاماكن اللي حواليك، فده بيأثر وبيخليش الموضوع افيشنت. ف يعني بيقلل اصلا ايه عدد يعني السولار ايريديانس اللي داخله، حتى لو انت اصلا المكان فيه سولار ايريديانس عاليه، فانت عندك شيدنج بيقلل اللي واصل للبانل. طيب احنا قلنا السولار ايريديانس وهنعيدها تاني، وهنشوف كمان هنا بقى العلاقه ما بينها وما بين الاوتبوت فولتج والكرنت اللي موجودة في السولار سيل. البارامترز يعني كل ما الإيريديانس تكتر كل ما الكرنت بيزيد، اوكي، فده بيخلي البي ال اي بي كيرف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو 750 وات بير متر سكوير، لو 1000 وات بير متر سكوير، لو 1250 وات بير متر سكوير، طبعا الكرنت كله عمال يزيد. الفولتج حاجه بسيطه يعني نيرلي كونستنت اللي هو البي اوبن سيركت اللي هو تحت ده، لكن الكرنت بي ايه بي بيزيد. اوكي طيب ايه العلاقه؟ طيب طالما الكرنت بيزيد فالباور اوتبوت بتزيد. بتزيد معي نعتذر عن ايه الميوت اللي حصل ده، ونستكمل عشان الولاد جم من المدرسة. تمام، فايه بقى كنا بنقول ايه يا شباب؟ قولها باور، التأثير بتاع الريديانس على الكرنت والباور. الريليشن سهلة جدا، لو احنا اعتبرنا الجي هي السولار ايريديانس، الاي هي الجنريتد باور، والبي هي جنريتد كرنت وجنريتد باور، ف جي 1 اوفر جي 2 equal I2 over I1 P2 على P1. فبرضو احدى افكار المسائل ان انا ممكن اديك مثلا ال V وال I characteristics عند مثلا الراديانس معين عن G1، وقول لك ارسمها لي عن G2. انت عندك الفولتج مش هتتغير، الكرنت هتتغير، و تقدر ترسم الباور الجديد. فدي برضو إيه لو احنا اللي هي المسألة التقليدية اللي احنا قلناها، لو جاء فيها فكرة بسيطة زيادة، هو ان انا ممكن تخلي بالك كده في المنطوق بتاع المسألة. انا بقول لك الداتا اللي احنا مدينها لك ديت عند جي قد ايه، وانا عايزة منك المسألة عند جي قد ايه. اوكي، فدي برضو ممكن تكون تويستاية صغيرة في البسيطة قوي في المسألة، إنها ما تبقاش مسألة على طول يعني مباشرة، فتغير حاجة بسيطة قبل ما تبدأ ترسم، تبدأوا ترسموا الـ V والـ I، الـ VI curve والـ Power curve، أو مثلا إيه ترسموها وتطلعوا الـ P maximum، ونقول إيه طب لو أنا حطيت السيلز دي في مكان تاني دي جي سولار ريديانس تانية، البرسنتج هيكون عامل إزاي في التغيير؟ فنبقى
وهكذا. فدي افكار حوالين المساله التقليديه اللي انتوا هتحلوا عليها في الشيت، افكار ايه بسيطه من ايه من ضمنها فكره ايه ان اختلاف الكرنت والباور مع السولار انبوت. حلو. طيب الانجل بقى اللي هي زاويه الميل، اوكي، ما بين البي في موديول والسل، في دايما مع اختلاف الاماكن في اوبتيمال انجل للزاويه دي. خلاص. وممكن تبقى ثابته، وممكن يبقى في واتس كولد تراكينج سيستم تغيرها مع تغير الشمس. انت عندك الشمس مختلفه من يوم ليوم وطول النهار كمان، فانا دايما عايز اظبطها على الاوبتيمال انجل دي. في مصر ما بين 20 و 30 ديجري، تمام. فانا ممكن احط البانيل على 30 ديجري وخلاص، وصيف شتاء بقى يعني على مدار اليوم هي انا ظابطها، يعني ما فيش تغيير، هي فيكست على 30 ديجري اللي هي المنظر اللي احنا بنشوفه دايما، وخلاص هي دي الاوبتيمال انجل بتاعتي. يعني حصل ابحاث كتير وتقريبا هو الرقم ده ما بين 20 و 30 ديجري. او ان انا يبقى عندي تراكينج سيستم ان انا احافظ على ال 30 ديجري ديت، ومع ان الشمس عماله تتغير، لان ال 30 ديجري دي يعني انا عاملاها ثابته كده، الشمس عماله تتغير والبانل ثابت، فهي هتبقى 30 ديجري في وقت في اوقات معينه، ومش هتبقى اوبتيمم في اوقات تانية، وده بيأثر على الاوتبوت، الاوتبوت الكتريكال انرجي. ليه؟ لانه بيأثر على قد ايه الراديانس واصل للبانل، هي قادره تلقط قد ايه من الشمس. فممكن لا احنا يبقى في بقى مورز يعني سمارتر سيستم، ان يبقى عندنا تراكينج سيستم، تراكينج سيستم ده مع تغير الموقع بتاع الشمس، مع تغير اليوم، مع تغير الفصول، دايما ممكن يغير في الانجل بتاعت البانل، بحيث ان دايما يحافظ على الديجري ديت اللي هي ال 30، وده اسمه تراكينج سيستم. يعني هشو يعني بسهوله ممكن تلاقوا على اليوتيوب some فيديوز، وانا ممكن برضو اجيب لكم. هي الماكسيمم يعني الباور اوتبوت هيبقى لو انا عندي تراكينج سيستم هيبقى صحيح اكتر، لكن انا عندي دايما في الهندسه دايما كده بوازن الامور ما بين البروس اند كونز، الادفانتج اند ديس ادفانتج، المكاسب والخسائر. ما فيش انجينيرنج سوليوشن قلما يعني يبقى كله مكاسب او كله خسائر. انا دايما بعمل واتس كولد تريد اوفز، يعني بشوف انا هقدر اكسب ايه من ورا الحل دوت وهخسر ايه. فالتراكنج سيستم بيبقى الكوست اعلى، اوكي، لان بيبقى السيستم ده بيبقى فيه بقى موتور وفيه حاجه احاول اقيس واغير والكلام ده، فبيبقى فيه سيستم كامل فيه انيشال كوست، بتزود اصلا الكوست بتاع السيستم سيلز اللي هي يعني ريلاتيفلي عاليه، وهنتكلم ان شاء الله في الكوست والكلام ده في الجزء بتاع الابلكيشن. وكمان صيانه، احنا البي في سيلز او البي في بانلز والطاقه الشمسيه من اهم الادفانتجز اللي دايما بيتكلموا عليها، ان هي مينتنس، ما فيش مينتنس ليها، مينتنس فري، ما فيهاش ميكانيكال بارتس محتاجه دايما تزييد، تشحيم، تغيير، انصاءه. لكن التراكنج سيستم لا، التراكنج سيستم انت بتحط اكشوالي ميكانيكال سيستم، في مواتير وفي اكسس وفي الكلام ده وعمال يتحرك، فانت كده بتزود مينتنس اوبريتنج كوست وتعقيد في السيستم. فانت بيحسبوا بقى يشوفوا والله انت نخليها 30 ثابته مثلا كده وخلاص، وهو دوت غالبا في يعني بالذات في السمول سكيل بروجكتس مثلا او كده بخليها على ال 30 وخلاص، اللي هي ايه احسن انجل ممكنه، ولا نصرف فلوس اكتر مور انيشال كوست على التراكنج سيستم نستحمل بقى مشاكل مينتننس شويه ومتابعه والكلام ده، قصاد لو فعلا دوت هيأثر في الاوتبوت باور، ده هيخليني يستاهل التعب يعني. فدايما ده التريد اوف بتاع فكره الايه التراكنج سيستم والانجل.
الـ temperature الحقيقة like other semiconductor devices, solar cells are sensitive to temperature, وهز يعني solar cell temperature has negative effect على الـ output power of the solar cell. يعني مثلا لو احنا حطينا نفس السيل نقول مثلا في الصحراء بتاعت الامارات مثلا، او يعني اي دوله خليجيه او دوله درجه حرارتها عاليه، البرفورمانس بتاعها في مصر هيبقى احسن. مع ان ممكن احيانا الناس بتتلخبط بالذات لو مش متخصصين، ان احنا طب دي مثلا في المكان الفلاني في الصحراء نرميها في الصحراء عشان درجه الحراره يعني هتديني باور اعلى. لا، لازم ناخد في اعتبارنا في حته التمبريتشر دي، ان التمبريتشر دايما برضو الموضوع تريد اوف. التمبريتشر بيؤثر سلبا نيجاتيف بشكل نيجاتيف على الاوتبوت باور. اوكي، هو زي الكيرف اللي احنا شايفينه ده بيديكريز الفي اوبن سيركت بشكل كبير. اوكي، فبيديكريز الفولتج. فلما بيديكريز الفولتج بيديكريز الاوتبوت باور، وبشكل عام ده بيبقى مكتوب على فكرة على البانل، ان مع درجة الحرارة هو بيبقى مديني الباور اوتبوت بتاعة البانل دي الماكسيمم عند الاس تي سي كونديشن اللي هي ستاندرد تيست كونديشن. ستاندرد تيست كونديشنز من اهم البوينتس اللي فيها ان temperature equal 25 degree centigrade، يعني الحاجات اللي هو مديها لك اللي هو يعني كارت التعارف اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه ده محسوب عن درجه حراره 25 ديجري سنتيجريد. طيب لو درجه الحراره زادت، حطيناها في اسوان، حطيناها في القاهره، حطيناها في الكلام ده، لا، تاخد في اعتبارك ان الماكسيمم اوتبوت باور هاي ديكريز. هاي ديكريز، هي السلايد مش مكتوب فيها كلمه ديكريز، تمام، بس it will decrease خلاص بتقريبا 0.4 ل 0.5% لكل درجة حرارة زيادة عن ال 25 للسيليكون. فده برضو نقطة مهمة لازم نحطها في اعتبارنا، تبقى موجودة الكيرف دوت أو المعلومة دي بتبقى موجودة في المديول، الكتالوج بتاع المديول، وهو تقريبا 0.5% لكل ديجري سنتيجريد لو بنتكلم بالذات على اللي هو السيليكون سيلز. حلو، دي برضو ممكن تيجي زيادة في مسألة أو تيجي زيادة في المسألة. يعني نجيب أنا دايما المسائل اللي أنا بحب أجيبها بحب يبقى فيها درجة معقولة عن اللي هي المسألة التقليدية زي ما قلنا، اللي هي زي الشيت إن أنت ترسم الـ V والـ I وتجيب الـ P والكلام ده، وبعدين نقطة أو اتنين زيادة عن discussion point. يعني انت ممكن تجيب البي ماكسيمم من الكيرف، بديكوا افكار اهو من خلاص، واقول لك ده طيب والله ده ما الكلام ده البي بي دوت متقاس عند الاس تي سي، لكن البانل دي will be installed في مكان الافرج درجه الحراره مثلا 40 ديجري سنتيجريد. فقول لي المفروض البراكتيكال بقى الاكتوال بي ماكسيمم اللي انت هتقدر تاخدها ايكوال كام، فتقلل لنا 0.5%. اتس اوكي، اللي هياخدها 0.4 ياخدها 0.5%، مفيش مشكله. وايه، وتطلع لي الايه الاكسبكتد بي ماكسيمم اكشوال. اخر حاجه هو الدست، اند الدست والشيدنج زي ما قلنا الشيدنج اتكلمنا عليه والتراب. ويعني انا لما كنت قدكم كده وسمعت عن موضوع التراب ده الحقيقه انا ضحكت، قلت يعني هو شويه التراب ده يعني اذا فاكتور. الحقيقه لما كبرت شويه وواحد قرا ابحاث وفهم اكتر، الحقيقه التراب ده يعني عدو البي في بانلز، ويمكن البريودك مينتننس الاساسي واللي بيحطوه كيعني يعني كبوينت في البريودك مينتننس، او هي ما تبقاش مينتننس يعني، بس هي دي اللي بيعتبروها بريودك مينتننس للسيل، هي تنظيفها. اوكي، وبرضو احنا لازم نوسع، يعني انا برضو كان فكري ساعتها ضيق ببص على السيل نفسها، لكن الواحد برضو لما يشوف اكتر، لو انا عندي بي في ستيشن كبيره ما يعني على يعني مخرجه باور كبيره، فكنا لسه زي ما بنقول من شويه تبقى مفروضه على ارض كبيره، تمام،
وغالبا هي موجودة في مكان مش حواليه شيدينج ولا حاجة، فمعرضة لرمل ومعرضة زي مثلا في الأجواء المصرية وتراب وكده. فلازم يكون مثلا يوميا في يعني ناس معينين، في كرو معين ديديكيتد لحاجة زي كده. اوكي. وفي حقيقة أفكار وتكنولوجيز في الكليننج لطيفة جدا، حتى يعني الدرون دوت اللي هي الطيارات الصغيرة ديت أحيانا. أنا شفت، كنت في السنة اللي فاتت في مؤتمر في إيطاليا، فكان بعض الطلبة ده مشروع التخرج بتاعهم يعني، أو الفكرة بتاعتهم اللي هو وعاملينها فعلا، اللي هو يعني الطيارة الدرون الصغيرة دي هي اللي تلف تحاول تنظف البانلز. فا it's a point. أنا لما كنت أدكو مش من كتير قوي يعني، حتة الدست دي أنا فاكرة كويس إن أنا أول مرة سمعتها كنت underestimating it، يعني ما حسيت إنها مش a point يعني مهمة. لكن بعد كده الحقيقة الدست والشيدنج من الحاجات المؤثرة جدا، والدست وتنظيفها بشكل دوري وبسكادول بسكادول يعني very strict، من الحاجات اللي بتأثر جدا في الاوتبوت باور بتاع السولار بانلز. اوكي. طيب اخر حاجة، اتمنى تكونوا يعني قدرت اوصل المعلومة في الكام سلايد اللي فاتوا دول بإذن الله، يعني اللي ما كانش عارف الحاجات دي تكون وصلت له بشكل بسيط، اللي كان عارفها اتمنى ان اكون انا عملت لها رابينج يعني لمتها، ويا ريت لو كنت اضفت لها. احنا قلنا ان احنا عندنا تكنولوجيز مختلفة، الاساسي بتاعنا دول هم الخمسة الاساسيين بتوعنا، احنا قلناهم المونوكريستالاين سيليكون بوليكريستالاين سيليكون والثين فيلم بالداتا، انواع المختلفة which is better. احنا يعني كان في كده السؤال ده، وبعدين قلت خلينا في الاخر لما نشوف which is better. طيب هنبص على ايه؟ احنا الدردشه اللي احنا قلناها النهارده دي والشرح، ممكن يقولوا لنا احنا هنقارن على اساس ايه؟ هو ما قالش ده التيبل دوت موجود من الكتاب، واخده كوبي بيست من الكتاب اللي انا هقول لكم عليه، وهو عامل مقارنه، هو مش قايل مين ده بست، هو كل واحد يشوف الابلكيشن اللي هو محتاجها ايه اللي فارق معاه، ويبدا تبقى هي ده احسن اختيار بالنسبه له. ان جنرال جنرال قوي 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 يعني الناس بتروح للافشنسي العالي. فعشان كده هنلاقي ايه مثلا البي في موديول افشنسي، دي اول حاجه. الافشنسي دي الافشنسي بتاع السيل دي قد ايه؟ احنا عندنا مونو كريستالاين بولي كريستالاين وثين فيلم، هنلاقي ان اعلى حاجه هو المونو كريستالاين زي ما احنا كنا متوقعين، ما بين 15 و19%. خلاص البولي كريستالاين من 13 ل 15، وهي ارخص عشان كده على طول. وبعد كده هندخل في ثين فيلم، الثين فيلم الحقيقه ارخص، لكن الافشنسي بتاعته مش حلوه قوي. وكان اقدم واحد فيهم اللي هو الانفرا سيليكون، يعني الافشنسي ضعيف. خلي بالكم ان الافشنسي احنا بنتكلم عن 15%. اوكي. يعني كل 100 وات هينزل من الشمس على البانل هتقدر، لو احنا اتكلمنا على الماكسيمم افشنسي 19% هتخرج 19 وات كهرباء. ده لو انا افترضت ايه يعني ان ما فيش عندي اي لوسز ولا اي حاجه في بقيه السيستم، which is not a true، بس خلينا نتكلم عن كده. لو بنتكلم عن السيل لوحدها ده معنى الافشنسي. البولي كريستالاين لو نازل 100 وات، لو هي متر سكوير يعني هي مثلا نازل عليها 100 وات، اوكي هتقدر تحول 15 وات. لكن السيليكون لو نازل عليها 100 هتقدر تحول 8. انا متاكده يعني ان الارقام صغيره بالنسبه لكم، وهي صغيره جدا، وده يعني من اهم الحاجات يعني الدروباكس بتاعت السولار سيلز، هي ريلاتيفلي لو افشنسي. ده كل الارقام دي، الكتاب ده 2016 يعني يعتبر حديث. فده بعد كل الشغل اللي بقاله كذا سنين كتيره في السولار سيل. فكره الافشنسي وصلت لكده في النهايه، احنا بنتكلم 20% اعلى حاجه او 19%. ف
فطبعا ده لا يقارن بانواع اخرى من الانرجي كونفرجن. This is the efficiency of conversion. ليه بقى؟ هي نوع مختلف من الكونفرجن. انت سل، انت ما عندكش لا مولد ولا جنريتور ولا توربينه ولا اي حاجه، ولا اني ميكانيكال انرجي. dont have any mechanical energy. انا في اعتقادي المتواضع ان احسن انرجي كونفرجن افشنسي الكابلنج، الاثنين يعني بيست فيت مع بعض، ميكانيكال تو الكتريكال انرجي عند الكتريكال تو ميكانيكال انرجي. الافشنسي هايله وعاليه جدا، الكابلنج هايل ما بينهم. يعني انت هنا تكنولوجي مختلفه خالص عن الويند. حتى الويند اكشولي هي في الاخر جنريتور، هي ميكانيكال بس انذر سورس اوف ميكانيكال انرجي. الهواء ميكانيكال انرجي في النهايه، لكن هنا انت بتتكلم في حاجه، بنتكلم في حاجه ثانيه خالص. سيمي كوندكتور بياخد اللايت يحولها للالكتريستي، ف it is another technology and فلسفه مختلفه خالص في الانرجي كونفرجن. اوكي، وفي الاخر انت مش دافع حاجه. يعني انت صحيح جاي لك 100، ما حولتش منهم ال 20، بس اكشن انت مش دافع حاجه في ال 100 اصلا، مش دافع حاجه في ال 100 في ال 100 وات دول. فدي بوينت حلوه. يعني انت مثلا لو قلنا مثلا في الثيرمال اللي هو محطات الكهرباء التقليديه، بنتكلم في مثلا 80% اوكي افشنسي، لما بتحرق غاز طبيعي وتحوله لكهرباء سي مثلا 80%. بس انت دافع فلوس 100، يو لوست 20 تمام، وقدرت تحول 80، لكن اكشوالي يو لوست 20 عشان تدافع فيها فلوس في الفيرول دي فلوس. لكن هنا انت حولت 20 فعلا، لكن ما دفعتش حاجه اصلا في ال 80 اللي راحوا. اكشوالي انت لو بصيت هتلاقي نفسك ان انت ما دفعتش حاجه خالص، فما تبصش في ال 80 اللي انت فقدتهم، في 20 انت قدرت تحصل عليهم من غير رانينج كوست. انا بتكلم عن الرانينج كوست. دي دردشه في يعني جنرال شويه، يعني في الفرق ما بين الكونفرجنز المختلفه والافشنسيز المختلفه. على طول هتلاقي ان اول ما الافشنسي تزيد الاريا ريكوايرد بتقل اند فايس فيرس. فكل ما كل انت مشكله الثين فيلم، وانت اصلا زي ما كنا بنقول من الاصل انت عايز عدد، يعني انت عايز مساحه كبيره، انتوا عايزين مساحه كبيره، فكل الافشنسي بتقل كل ما الاريا بتزيد. والله انت بقى الارض دي برضو بفلوس، يعني انت ليها ثمن. Okay. لو انت حد مستثمر بيشتري ارض علشان يعمل عليها PV solar station مثلا، طيب هو يعني كل متر زيادة هو بيدفع فيه فلوس زيادة، فدي بوينت تاني. صحيح احنا ما عندناش running cost، او يعني theoretically ما فيش running cost للشمس دي او للطاقة الشمسية، وهي جاية لنا energy مش دافعين فيها حاجة، لكن في أرض كبيرة هتدفع مثلا. يعني أنا بدردش معاكم بفتح أفكار في الموضوع. طيب الـ state of commercialization زي ما كنت بقول لكم في الأول، اللي موجود في السوق، اللي موجود في السوق، الحاجات اللي موجودة في السوق، اللي هو السيليكون المونوكريستالين والبولي كريستالين، they are very well established, very mature في الـ scale of production. هو موجودين بكثرة ومن زمان. الثين فيلم يعتبروا هم يعني التكنولوجي الأحدث، عشان كده هتلاقي مكتوب early deployment، ولو هو مش يعني مش very early، يعني لا خلاص بقى حصل commercialization، يعني موجود بشكل commercial، موجود في السوق. اوكي، الادفانتجز بقى والدروباكس هسيبكم تقروها، هي بتتكلم في نفس الكلام اللي انا يعني قلت لكم عليه. الجدول مطلوب منكم. اوكي، ما هو مفيش حاجه، مفيش شغله كتير انا شايفه خالص. حلو ان احنا الكلام دوت نبقى عارفينه، هو مجرد بوينتس. فخليه جزء معانا، يعني ممكن تتسالوا فيه وايه هو يعني الفكره بتاعته، زي ما ايه اتكلمت معاكم عليه. تمام، هو كده الاند بتاع النهارده. اوكي، هوريكم بقى الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا يا شباب وشابات، ده الكتاب اسمه Solar Radiation Fundamentals اللي احنا بنتكلم عليه، Fundamentals and PV Systems Component. نتكلم برضو على شوية ابليكيشن المرة الجاية، وهو 2015 2016، فهو يعتبر جديد. وادخلوا داونلود ذا بوك اهو، هتلاقوه على طول، تقدروا تعملوا داونلود وانا هرفعه لكم برضو. حلو. روح الكتاب هي اللي موجودة في السلايدز، فاللي عايز يكتفي بالسلايدز تمام جدا، مش مطلوب منكم اكتر من كده. اللي عايز يستفيد دلوقتي او بعدين من الكتاب برضو شيء جميل. وعشان يعني فانا واخده حاجات من الكتاب هنا، حاجات من خبرتي الشخصية، حاجات من some courses على الانترنت برضو يعني. ويعني كل دوت حاولت اعمله في يعني في ابسط صوره ممكنه، وتبسيط يعني يؤدي الغرض ان احنا نبقى عندنا بيزكس قويه، لكن في نفس الوقت ما يكونش تبسيط مخل. اشكركم جدا، ان شاء الله هينزل لكم الشيت والاجابات بتاعته والشرح بتاعه. اتمنى لكم كل خير، كنت نفسي جدا هفضل اقول لكم كل مره كان نفسي اشوفكم، كنت نفسي اشوفكم جدا، بس يعني يمكن ان شاء الله اعدي عليكم بقى في يعني في الامتحان، او يمكن يحصل ان انا اقدر اشوفكم في الفترة الجاية، لكن احنا مكملين اونلاين الى ان يظهر جديد. يعني كونوا ان شاء الله في اتم صحة وسلامة، انتم وعائلاتكم، انتم وعائلتكم. يلا سلام عليكم. I'll stop recording بقى.